فقرة ضيف نخصصها اليوم لمساري وبصمة الفنان المغربي الراحل حسن ميغري، مؤسس فرقة ميغري للغناء على المجموعة وعلى الأغنية المغربية عموما. معنا هذا المساء للحديث عن هذا الموضوع وهذا الفنان الكبير الذي رحل عنا اليوم الخبير في الشؤون الثقافية والإعلامية سيد سعيد كبريت. سيد سعيد مساء الخير. مساء الخير. رحم الله سي حسن. رحمة مغفرة رضوان من الرحمن لهذا المسار الفني الراقي والباهر جدا في ريبرتوار الأغنية المغربية. ونحن نودع حسن ميغري هذا اليوم السيد سعيد كبريت، ماذا يمكن أن نقول عن هذا الاسم البارز في مجال الأغنية المغربية؟ صوت خبا وإشراقة موسيقية كبيرة كانت تزدان بها مسارات الأغنية المغربية، ريبرتوار الأغنية المغربية بداية من السبعينيات. نقول السبعينيات وهذا الحراك الاجتماعي والسياسي والفكري الذي نعيشه تحت سماء المغرب، سؤال سياسي كبير تترجمه الأطاريح الفكرية والجدل السياسي ومن خلالها الأغنية كذلك. إذا الأغنية اغتنت في ذلك العصر بما كان يعرفه المغرب من حركية نشيطة على هذه المستويات بطبيعة الحال، وبموازاة مجموعة إخوان ميغري حسن محمود جليلة والراحل حسن الذين وفدوا من وجدة إلى الرباط ويونس. وإلى حي لوداية بمعانيه ودلالاته كشرفة إبداع وخيال جميلة، الاختيار لم يكن اعتباطا. بزغت إلى وجود الساحة مجموعة الغيوان، مشاهد، جلجلالة، جميعها تتغنى بمعجم الحريات والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مغرب الحريات، مغرب الديمقراطية. ما يميز تجربة الراحل حسن بمعية إخوته هي جميل الكلمات المساقات من مواجع الناس وأحزانهم، اللي الطويل قالوا للناس يا مرايا دمعي سيل من شوقي هوايا، أغاني بنفحة رومانسية تجد صداها في الوجدان في الأذان وفي الروح المتلقي والجمهور. يعني لم يكن هناك من ليس معجبا بمجموعة ميغري وبتجديدها في مجال التلحين خصوصا، بالفعل بأنها أتت بقالب جديد في خضم مجهودات فنية مغربية لأسماء كبيرة، بالفعل كانت خاصة محسن أن أنا إيدين في بداية السبعينيات كانت ثمة تراوح بين الأغنية العصرية بين قوسين تسمى العصرية بمنحها التقليدي فويتاح المزقلديل معطي بن قاسم غيرها من الأسماء، أحمد الغرباوي، إسماعيل أحمد، وهذه البصمة الشرقية وعلى رأسهم أحمد البيضاوي الذي كان يرأس الجوق الملكي ويرأس شعبة الموسيقى في الإذاعة. في الإذاعة صحيح. فإذا بنا مع هذه المجموعات الغنائية تنزاح عن الاختيارات الرائجة وتجد صداها، بل رجع صداها ليس في المغرب فحسب ولكن على المستوى الوطني العربي. طيب الاستثناء برأيك بالنسبة لمجموعة ميغري في تاريخ الأغنية المغربية يكمن في أنها بحثت واستثمرت في إيقاعات مغايرة لما تعودنا عليه أم كذلك لمضمون أغانيها؟ حينما نستحضر ميغري نستحضر بوب ديلان، فعلا كات ستيفنز، هذه البساطة في أدوات العزف، لكن الاختيارات الموفقة والمهذبة جدا لأذن المستمع وفيها اشتغال كبير، لأن الراحل حسن ميغري كان مولع بالتوزيع الموسيقي وعالم في الصوتيات، وهذا ما لا نجده اليوم إلا لماما عند بعض الأسماء التي تعد على رؤوس الأصابع. شخصيا أشيد بها مثل كريم تدلاوي، نعمان الحلو، أسماء قليلة التي تجيد معنى التوزيع الموسيقي
ومعنى علم الصوتيات في نظرية الموسيقى. سي سعيد، إذا نظرنا إلى ريبرتوار الأغنية المغربية تاريخيا نجدها تراوحت ما بين ما هو خصوصية محلية وبين مغربي. الاكتساح الشرقي الجميل طبعا. نعم. كيف تعاملت مجموعة ميغري في رأيك مع هذه الحقيقة؟ إلى جانب مجموعة ميغري وانطلاق المجموعات فرق الغيوان، المشاهب، جلجلالة، تكدة، بعد ذلك إزنزر إلى غيرها، ظهر في المشهد الفني الغنائي المغربي ربما نقول ثلاثي كبير، عبد الهادي بالخياط، عبد الوهاب الدكالي، محمد الحياني، ولكن من وراء هذه الأصوات أصوات شعرية كبيرة، الخمار القنوني الله يرحمه، شاعر المغربي عبد الرافع الجواهري أطال الله في عمره، وبتوليفة وقوالب لحنية مثل عبد السلام عامر. بذلك استطاع المغرب الفني والموسيقي أن يحقق ثورة حقيقية ويرتدي الثوب الذي يليق بالشخصية الفنية المغربية، بخلاف الذين كانوا يناصرون التجربة المشرقية على رأسها المصرية. ولن ننسى في هذا المنحى الملحن عبد القادر الراشدي بامتياحه من الموروث المغربي الخاص، عبد النبي الجراري، محمد بن عبد السلام، غيرها من الأسماء، فعلا قدمت للمغرب جزيل الفضل في مجال الأغنية المغربية. طيب، هذا يقودنا إلى الحديث عن الحاضر في ارتباط بالماضي طبعا. سي سعيد، ماذا عن هذا الانحسار الكلي ربما الذي نشهده للأغنية المغربية التقليدية بأصواتها بروادها؟ نعم. وطغيان ما هو أصبح محبوبا لدى الناس، الكليبات السريعة، يعني لماذا هذا النسيان في حق أغنية أكدت جدارتها عبر عشرات السنين وما زال لها جيل من عشاقها؟ متفقين متفقين تماما، ولكن هذه الأغنية التي نتحدث عن انحصارها ونقصها ننعتها أو نوصفها بالخالدة، بمعنى هي أغنية صالحة لكل الأجيال، تفرض نفسها بطبيعة الحال. الآن نتحدث عن الهيب هوب، عن الراب، عن أغاني تسير إيقاعات الحياة ووتيرتها سريعة، كأننا نتناول وجبة همبرجر سريعة، لكن فيها مؤخذات كثيرة أو عليها مؤخذات كثيرة على مستوى الكلمات، في غالب الأحيان هي بديئة وجسورة جدا، كلمات مستقات من المعجم اليومي الذي ترفضه الأذن وترفضه لك عسر الهضم. نعم. نستعمل هذه كذلك أغاني. النقد على مستوى القالب في مجال اللحن، بمعنى ليست لها خصوصية مغربية، هي مستقات نحو التجربة الغربية، أوروبا أو أمريكا، وسريعة الزوال، يمكن تحدثوا على سينجل يحقق مشاهدات ديال الملايين ولكن يخبو وينسى في بضعة أيام. لكن هناك أسماء يمكن نقوله بأنها في الطريق، سعيد مسكر مثلا، غاني، مجموعات أشكاين، مزاقا، الفناير، هادو مجموعات تسعى إلى استعمال هذا النمط الغنائي الجديد الموافق لواقع الناس الآن، لجيل من الشباب، لكن بمضامين تتجاوب وتتوافق مع يمكن نقولوا أخلاقيات العمل الفني والموسيقي. هناك حتى من يستلهم من التراث القديم بطبيعة الحال، جماعة الفناير مثلا أو موسكير غاني. ونعود كذلك إلى نعمان الحلو، أنه ذكي جدا في المجال الموسيقي، لأنه ظل وفيا للأنماط الموسيقية التراثية ويبحث وينقب دائما عن غناها في كل المناطق المغربية، ومن خلالها يحفظ الذاكرة التاريخية المغربية، لأنه أصبح متخصصا في نمط معين الموسيقى، هي ذاكرة المدن من خلال الموسيقى، ويستعمل هنا كثير بحوث ودراسات. لذلك المستقبل يبشر بالخير رغم انحصار الأغنية التقليدية
التي ستظل خالدة، كما هو الشأن بالنسبة للمشرق. لن ننسى أبدا الرواد نعم. لم كلثوم ولا عبد الوهاب ولا فريد الأطراش ولا فيروز ولا غيرها، نفس الشيء بالنسبة للكبار والرواد في المغرب. رحم الله السي حسن مقري، أشكرك جزيل الشكر سيد سعيد كبريت الخبير في الشؤون الثقافية والإعلامية على حضورك معنا للاستوديو، شكرا جزيلا. نلتقي في إشراقة فرح واعدة إن شاء الله. أرجو ذلك، شكرا لك.